سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، سعادة المربي الفاضل الأستاذ سمير أحمد الحكيم المشرف العام لمدارس الحجاز العالمية حفظه الله، ضيوفنا الكرام المبجلين، زملائي وإخواني المعلمين، أبناؤنا الطلبة، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في مدرسة الحجاز العالمية قسم البنين. ضيوفنا الكرام، نحييكم في هذا اليوم الزاهر الجميل الذي أضفتم له كثيرا من المعاني الجميلة لتشريفكم، ويسعدنا أن نقدم لكم فقرة المسرح التعليمي المدرسي لمدارس الحجاز العالمية للعام الثاني على التوالي
بفضل الله وكرمه، وذلك لترسيخ القيم الأخلاقية والنبيلة والسلوك القويم لأبنائنا الطلاب، عملا بتعاليم ديننا الحنيف ورسالتنا التربوية التعليمية، وتوجيه طاقات أبنائنا الطلاب للأنشطة الهادفة والبناءة لخدمة الدين والوطن، وذلك من خلال المصلح التعليمي المدرسي لمدارس الحجاز. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا هو خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، والطالب محمد سمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الآن مع النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة أولياء الأمور، زملاء المعلمين، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في الموسم الثاني للمسرحيات والنشاط المسرحي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ويسرنا أن نبدأ على بركة الله. عندما دخل وجد ثلاثة أفعال يريدون أن يسجلهم خمسة، فاستغرب ودار بينهم حوار طويل، فهل يسجلهم موظف التعداد ثلاثة؟ أم أنه يقتنع بكلامهم ويسجلهم خمسة؟ هذا ما سنشاهده الآن في مسرحية الأفعال الخمسة. لقد خرج أبانا فلنلهو ونلعب قليلا قبل أن يأتي، فلنستمع لبعض الموسيقى، فلننادع على الغلامين ليلهو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سهلا، تفضل يا أخي، هنصرف الآن.
يا أخي مسهل يا أخي. يا أخي الكريم أنا موظف التعداد. التعداد؟ نعم نعم، تعداد الكهرباء. غدا بإذن الله سأدفع الفاتورة. اطمئن اطمئن. شاي يا ولد. انصرف على تفضل. يا أنا وسهلا يا. قلت لك يا أخي الكريم أنا موظف التعداد السكان. فهمت الموظف الذي يجمع بيانات عن السكان. أحسنت. وماذا تريد مني الآن؟ بيانات بسيطة، اسم العائلة، عدد أفرادها، اسم أم، عمر كل منهم. يا أخي الفاضل، نحن وصلت لأفعال خمسة. من؟ وهو الناس في الغريب، وأظن أنه مر علي في مادة القواعد. نعم، في مادة القواعد. وأنت والدهم؟ نعم، تخيل، موظف في البلدية، أب للأفعال خمسة، أما والدتهم فتدعى عربية. تعالوا يا أولاد، تعالوا. هذا يا أخي الفاضل اسمه مضارع، وهذا أسميه ماضيا. أما الإبنة الصغرى فأسميها أمرا. ثلاثة أولاد كما ترى، لكن الغريب أن أمهم تدعي أنهم خمسة. لا يا والدي، اسمح لي، بيانات خاطئة. خاطئة؟ ولم؟ لأن أسرة الأفعال الخمسة كلها مضارع. يا أخي هذا كلام قديم، إنما أردت أن أجدده ونوعه وأطور. وهل وافقت أمهم على ذلك؟ تقصد العربية؟ بالطبع لا، لكن ماذا؟ كان لها رأي آخر، تنازعنا وغضبت وذهبت إلى بيت أهلها وتقسم أنها لن تعود إلا إذا غيرت أسماء الأولاد. وماذا أرادوا أن تسميهم؟ يا أخي تقول الولد الأول مضارع متصل بواو الجماعة وتسميه مضارع الواو، والولد الثاني مضارع متصل بألف الاثنين وتسميه مضارع الألف، أما الإبنة الصغرى مضارع متصل بياء المخاطبة وتسميه مضارع الياء. لا يا والدي، اسمح لي، لكنهم ثلاث فقط. تزعم زوجتي أن مضارع الواو يعمل اثنين في غيابه وعند خطابه، وكذلك مضارع الألف. يا مضارع الواو، كيف هذا؟ أنا في حيرة، لا أكتب في التدريب، نعم. أنا فعلاً اثنان، اثنان يا سيدي، ألا تعلم أنك تقول أنتم تكتبون وتقول هم يكتبون؟ فالأول في حالة المخاطب والثاني في حالة الغائب. بلى، وأنت فعلاً على حق، وكنت ذكرت ذلك الآن. إذن أنا اثنان، أقصد أعدل اثنين، وكذلك أخي المضارع الألف يعدل اثنين. نعم، فعند الخطاب تقول أنتما تكتبان، وعند الغياب تقول هما يكتبان. هذا فعلا اتضح، ولكن أمس أنا يا والدي واحد، أعدل واحدة فتقول أنت تكتبين عندما تخاطبون، وهذا كتاب القواعد يبين لنا ما قلنا. أولادي يا فاضل أولادي كما ترى، لكن ماذا؟ كنت أحب أن أسميهم مضارع وماضي وأمر. لكن هذا لا يجوز يا والدي، اسمع ما يقول الكتاب. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع. أتسمع يا والدي؟ مضارع اتصل به هو جماعة ألف الاثنان أو يا المخاطب. ماذا تقول؟ وهل ذكرت أسرتنا في الكتاب؟ نعم، وهذا هو الكتاب. الكتاب مقلوب يا والدي. نعم، اعذرني أنا أيضا وضعي مقلوب. لقد فعلتها عنيدة وأنا أعرفها. ما أقصد؟ زوجتي عربية. وماذا فعلت؟ قدمت شكوى ضدي إلى وزير التعليم فنشرها في كتاب القواعد كما أرى. لا يا والدي، هذا الدرس مكتوب منذ كده، والقواعد لا يمكن أن تتغير. ماذا جاء بك يا ولد؟ ما اسم هذا أيضا؟ تزعم زوجتي أن اسمه اللون، هل هذا معقول؟ تعال يا نون، ماذا يبكيك؟ أنا يا سيدي مرفوع دائما، نوني ثابتة منذ ولادتي، ولكن أبناء عمي لم ولن سبقاني اليوم في الجري، بعد السباق بحثت عن نوني فلم أجده. ضربك يا ولدي؟ يا غلام لو ما أخذ فان النون. سامح الله والدي. كلامه صحيح يا والدي. هل هذا كلام معقول؟ نعم. الأفعال الخمسة ترفع بقوت النون وتنصب وتجزم بحرف النون، فنقول لماذا لم يكتبوا الدرس؟ هما لم يذهبا اليوم إلى المدرسة؟ طول عمر أولاد عمك راهم نصابين. هذه معلومات الكتاب يا والدي.
هل تعني أن أمه على حق؟ نعم نعم، واقترح أن تصالحها أسرى وقت غير ما كان يتمناه. ماذا تقول؟ غير من؟ أقصد أنها نادرة في هذا الزمن، وكثير من يتمنون مثلها. لا لا، زوجتي وأنا زدت تمسكا بها. هل كتبت كل المعلومات؟ نعم نعم. وهل شربت الشاي؟ نعم نعم. إذن هيا بنا نذهب لأصالح زوجتي. اصبر يا والدي. لا لا، سأذهب حالا لأصالح زوجتي. Thank you.
advance is reward. But let him that is proud of is not the low. Across the hill, Macbeth and Banquo were taken home. But suddenly, it all was dark, and they were not longer alone. They said I'll be king. Yes, and they say all, but they also called you Lord of Calvary, but you are not. He was killed in the battle. Speak up! Don't keep me waiting! How do those witches know that you are going to become a king, Lord Voldemort? I don't know, but they also said I'll be a king. Macbeth wrote a letter home. To tell his wife upon the future of his Scottish throne. Tonight, you must kill the king. I can't! He's my cousin! For you to be a king, Duncan must die. But how? When? Tonight, as he sleeps, you will take the daggers from his guard and stab him through the heart. How will I take the daggers from his guard? I will put a potion in their drinks. They will sleep heavily.
to have with you. It's a pleasure having you, our guest, as always. Even looking more handsome than ever. As for our sons, Malcolm and Donovan. The pleasure is all mine, Lady Macbeth. He's brave, but giving us an important victory. You should be very proud of your husband. I was just doing my duty, sir. My servant will show you to your rooms. It must be done tonight. While King Duncan slept, two guards wait by the door. After drinking the poison beer, they soon begin to snore. Now is the time. I can't do it. There must be another way. You are a coward. You don't deserve to be a king. A king is supposed to be strong and cautious, not pathetic and weak. Take the guard's daggers and go and do the deed. I'll be a queen. Thank you.
which is said, the son will become king. Then you know what you must do. What? Kill the boy and his father, then our rhyme will be saved. I didn't do it! What, my lord? Kill him! Oh.
Bank account to keep dunking? Stay away from me! Leave me alone! Your Majesty! Forgive my husband, Mr. Griffin. Good night, my lady. My lord. Stay away from me, leave me alone! I saw nothing! Macbeth was inspired to know what his future had in store. So he went to find the witches so they could tell him more. Do you think that Macbeth killed that person? I'm suicide! I even think he doesn't do that as murder! Then...
Let us guide one army together and reclaim the throne! Strike for honor.